وبه نستعين وخير الناصر المعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أضافت من الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جو فرمان يسي صفوي چو يش إيمانو كاك حصا يعني أسي مسلمان يمن إيمان چا الله تبارك وتعالى سند ذات اسپیت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سند ذات اسپیت اگر إيمان پخت آشي تل آشي نسون اوند پوك يُس ماحول چھو یا شین گاند چھو جس سینس ایمان اسمان چھو نوکس مسائل چھو پودے گاسا بیدیم تا ساد آک مثال اشی ڈھونکو لاک آسان بیچ آسا روانگن کول روانگن کول اس تش مول زمین اسمان ڈھونکل اس تش مول زمین اسمان روانگن کول تش فاصل دیوان ڈھونکل تش فاصل دیوان فرق کیا چھو مضبوط ایک ایک مول چھو کمزور آت بچت لائم تاہتائنے یا ڈھونکل اس بو نفرت لامن یا ایک نیرے إذا أتشونا إعتقاد أتشونا إيمان. يا إعتقاد إيمان أعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سندس ذات أقدس سبحانه شيء. ساني تمام يمت كامي شيء. أون سرتشش ما مبتشو ذات رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعرف أي مسبحانه إيمان أشيء. سون أوند بوكاشي نه. غاندكي. لذا أش بس بينس إيمان سبحانه نظر كارين. ي إيمان كوتا طاقة تبرشو. أعرف ي إيمان استاقة تبر بناؤن شيء آسان. ور بعها روز ماشر. أمي شفاعتي كيس دعوة دار آسو تلقى سوري سون اند بوك صافت پاك آسود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.